السلام عليكم ورحمة الله. تعرضت المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 لزلزال مدمر أدى إلى وفاة أكثر من 2000 شخص، ونتج عن الزلزال ده أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية. وفي ضوء هذا الحدث المأساوي والمفاجئ، ظهرت المخاوف بين أفراد الشعب المغربي حول إمكانية تكرار مثل هذه الزلازل في المستقبل القريب، وهل الزلزال كان متوقع أم لا. بس قبل ما نبدأ، ياريت ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك بالقناة علشان تشجعنا على الاستمرار. فدولة المغرب اتأثرت بزلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وهذا الزلزال بيعد الأشد الذي شهدته البلاد منذ قرن، وألحق بها ضرر جسيم بالمغربيين وممتلكاتهم، وجاء بشكل غير متوقع مما زاد من حجم الأضرار والصدمة بين السكان. وزارة الداخلية في المغرب أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الأخير إلى أكثر من 2000 قتيل وأكثر من 2060 جريح. طبعا فرق الإنقاذ بتستمر في مهمتها في المكثفة للبحث عن المحتجزين تحت الحطام. وطبعا الشعب المغربي استجاب لدعوات السلطات الصحية في انهم ابتدوا يتوجهوا لمراكز التبرع بالدم علشان يساعدوا المصابين اللي محتاجين لنقل الدم. طب ايه هي المدن المغربية اللي تضررت من الزلزال؟ في الحقيقة الزلزال ضرب مناطق مختلفة في المغرب زي الحوز ومراكش وأزيلال وشيشاوة، وتم نقل الجرحى بسرعة للمراكز الصحية ومستشفيات علشان يحصلوا على الرعاية الطبية. والسؤال دلوقتي، هل هيتكرر الزلزال ده في المغرب تاني؟ رغم إن بعض الجهات المختصة أشارت إلى إمكانية حدوث زلازل مستقبلية، إلا إنه لا يزال مكان وتوقيت هذه الزلازل غير معروف. والسؤال الأخير دلوقتي، ليه العلماء اتفاجئوا بزلزال المغرب؟ المفاجئ في زلزال المغرب اللي حدث يوم 9 سبتمبر إنه حدث داخل الصفيحة التكتونية وليس عند أطراف الصفيحة أو حدودها مع صفيحة أخرى كالمعتاد، وده طبعا حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال كان في ولاية الحوز على بعد 71 كيلومتر جنوب غرب مراكش، وكان على عمق 18.5 كيلومتر. فأقليم الحوز اللي كان أكثر تضررا كان بيبعد عن حد التصادم بنحو 500 كيلومتر من الجنوب منها، وبالتالي العلماء كانوا بيستبعدوا تماما حدوث زلزال بهذه القوة في هذه المنطقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت لو الفيديو عجبك هتنساش تعمل إعجاب وتشترك بالقناة علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.